أن سورة التكوير يتعلق بها غرضان، عولج كل غرض منهما بأسلوب خاص. الغرض الأول هو التنبيه إلى غاية هذا الوجود، وأننا جميعا طائرون إلى الله وقد حضرنا بأعمالنا. التبصير بالغاية هو الأساس الأصيل لكل وسيلة حتى ترسخ في النفس، فأي وسيلة لا تتعشقها النفس إلا إذا تضخمت في ذهنها الغاية. وما دامت الغاية هي قوله علمت نفس ما أحضرت، فإن الحق سبحانه وتعالى يقدم هذا الغرض حتى تقبل النفس على الوسيلة التي تنجحه في هذا الغرض إقبالا يهون عليها مصاعب الطاعة ومشقات كفاحها والنفس. والأسلوب الذي عولج به هذا الغرض هو أسلوب الشرط وأسلوب الجواب. والشرط والجواب كما قلنا إن الشرط دائما سبب في حصول الجواب، ولكن الجواب دائما هو الدافع على حصول الشرط. فإذا قلت للتلميذ إذا ذاكرت نجحت، المذاكرة في الواقع تحقق النجاح، ولكن الذي يحملك على المذاكرة أن تتضخم في ذهنك فرحة النجاح وفكرته. إذن فالشرط دائما بين جواب دافع وبين جواب واقع. فالحق سبحانه وتعالى يعالج الغرض الغائي في الحياة بأسلوب الشرط وأسلوب الجواب، وأسلوب الشرط بإذا، وإذا التي تدل على التحقق، وإذا مكررة بمشروطاتها. فقال الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت، إلى أن قال وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. هذا الشرط مكون من 12 جملة شرطية، والجواب علمت نفس ما أحضرت. إذا نظرنا إلى الشرط في مكرراته بإذا 12 شرط، وجدناها أنها تعطي صورة كاملة عن انقلاب عام في الكون وعن ثورة في هذا الوجود. تقضي هذه الثورة على الرتابة التي اعتادها الناس، وقلنا إن الناس إذا اعتادوا شيئا وألفوه لم يعد يؤثر فيهم، فلأننا نرى الشمس دائما تطلع كل يوم، والكواكب منتظمة في أداء مهمتها، والبحار كذا وواكل كذا، كل هذا أمر رتيب وأمر عادي. والرتابة في الأمور قد تفتر حرارتها وانشغال النفس بها. وقلنا والذي يدل على ذلك أن الإنسان حين يكون منسجم الصحة لا يشعر بجوارحه، ولا يشعر بنعمة الله في تكويناته، ولكنه إذا ما أصابه رمد في عين أو أصابه وجع في بطن تنبه إلى نعمة الله الرتيبة التي لم يكن يشعر بها. إذن فذلك الكون الهائل والنظام الرتيب والناموس المحكم الثابت ستأتي عليه فترة يحدث عليه انقلاب هائل. هذا الانقلاب الهائل يدل على أن كل موجود سوى الله يعتريه الأفول ويعتريه التغيير. إذن فيجب أن ينصرف الإنسان عن هذا الوجود كله إلى الوجود المطلق وهو الحق الذي لا يتغير، فلا نرتبط بشيء ونحن نعلم أنه حادث ونعلم أنه سيتغير. إذن فغاية الشرط وغاية الجواب أن يصلنا أولا بالغاية، وأن يعلمنا أن كل مخلوق لله سيعترضه الفناء مهما كانت له رتابة ومهما كان له ناموس من السكون والاستقرار. وبعد ذلك قلنا الغرض الثاني يتعلق بالوسيلة التي تنجح الإنسان في الغاية. بعد ما تضخمت الغاية وعلمت نفس ما أحضرت والكون كل اللي احنا مرتبطين بلا يزول، يبقى الوسيلة بقى إلى أننا ننجو وأن تحضر أنفسنا أعمال طيبة نستمد بها الحياة، ما هي الوسيلة؟ إذن الغرض الثاني هو الوسيلة التي تحقق لنا النجاح في هذه الغاية. ما هي الوسيلة؟ الوسيلة هو أن يتتبع الإنسان منهج الله، ومنهج الله لا يمكن للعقل أن يبتكره،
لأن العقل قصارى ما يفهم من قضية الدين وقضية العقيدة أن العقل بوجود قوة عليا وراء ذلك الكون. أما اسم تلك القوة فالعقل لا يعرفه، مطلوبات هذه القوة العقل لا يعرفه، الغاية التي تنشأ من مخالفتها العقل لا يعرفها، الغاية التي تنشأ من طاعتها العقل لا يعرفها. إذن فالعقل يكفيه أن يؤمن إيمان القمة بوجود قوة وراء ذلك الكون. القوة وراء ذلك الكون هي التي تعبر عن نفسها، تقول اسمي كذا ومطلوبي كذا ومن خالفني له كذا ومن عصاني له كذا، إذن فلا بد أن يوجد تبليغ. يبقى إذن المنهج أو الوسيلة علشان ننجح في الغاية لابد أن يكون صادرا عن الحق سبحانه وتعالى. نجد الحق سبحانه وتعالى يوثق لنا المنهج الذي ينظم حركة حياتنا. يقولك ماذا تريد بمنهج يوثق لك حركة الحياة؟ إن كنت آمنت بأن الله موجود وأن الله هو الذي صنعك وخلقك وأن الله هو الذي سيضع لك قانون صيانتك لتكون إنسانا مؤديا ما طلب منك وصائرا إلى غاية تحبها وإلى غاية تحمدها، فتأخذ المنهج من أي؟ تأخذ المنهج من الله. ده أمر مفروغ منه أن المنهج لا بد أن يكون من الله. إذن فما الآفات التي تطرأ على المنهج؟ تطرأ الآفات على المنهج من أن الخلق يقنن للخلق، ليس خلق أولى من خلق ليقنن. لماذا؟ لأنهم متساوون في كل شيء، فما الذي يجعل واحدا من الخلق أهل لأن يقنن لبقية الخلق؟ والذي قنن لبقية الخلق إلى أن يكون له عقل وبصر يقنن به، من الذي قنن له قانون صيانته إلى أن يصير ذا فكر وذا بصر؟ إذن فالمسألة ستؤول إلى أن الخالق هو الذي يجب أن يكون مقننا. ليه؟ لأننا قلنا أن اللي يقنن لحركة حاجة يجب فيه خصال، أن يكون عالما بها وأن يكون حكيما وأن يكون لا هوى له ولا منفعة فيما يقنن، وإلا فأي خلق من البشر حين يقنن لا بد أن هواه في ذاتيته أو في ذاتية طائفه تصبح تقنيناته بما يجعلها مجنحة إلى صالحه. إذن فيشترط في المقنن أنه يكون عالم ويكون حكيم، يعني عالم بمن يقنن له، ولا يكونش له هوى في المرادات التي يقننها ولا تعود عليه بشيء، وهذا أمر لا يتأتى إلا في الحق سبحانه وتعالى. إذن فما دام الأمر من الحق يبقى لابد من توثيق أشياء. كيف صدر لنا ذلك المنهج من الحق؟ احنا قلنا الحق مش هيخاطب كل فرد، يبقى لازم يجينا الخبر بواسطة. قلنا الواسطة دي هي اللي بتعمل عمليات ايه؟ عمليات التوالي اللي تدي من القوي الأقوى إلى الضعيف. وقلنا ضربنا مثل بالضوء. فوسائل المنهج من الله، رسول مصطفى من البشر يتلقى عن رسول مصطفى من الملائكة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يبقى قمة مصطفى من البشر تتلقى عن قمة مصطفى من الملائكة، والقمة المصطفى من الملائكة تتلقى عن الحق سبحانه وتعالى. إذن لطفت الأشياء إلى أن تصل من القوي الأقوى إلى الضعيف. فالحق يريد أن يقول إن المنهج اللي يحقق لك الغاية اللي الصورة تقدمه وسبقت في الكلام بها لا يتأتى إلا بالمنهج. والمنهج اطمئن إلى منهج دينك، اطمئن إلى منهج إسلامك. ليه؟ لأنه صادر من مصطفى من الملائكة صفته كيت وكيت وكيت، إلى مصطفى من البشر صفته كيت وكيت وكيت. ونظرا لأن المصطفى من البشر نعرفه ونعرف طباعه ونعرف حياته كلها ونعرف صفاته ونعرف طفولته، وجبريل المصطفى من الملائكة غيب عنا، أطنب الحق في وصف المصطفى من الملائكة. ليه؟ لأن محمد بنه، ولذلك قل وما صاحبكم. صاحبكم يعني إيه؟ يعني من تعرفونه جيدا، تعرفونه قبل أن يؤدي هذا المنهج لكم. عرفتموه أمينا، عرفتموه حكيما، عرفتموه عاقلا، عرفتموه يعني لم آتي لكم برسول من جهة أخرى، ولذلك إيه؟ من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. هذا سبب إنه لا ما صاحبكم. لكن المصطفى من الملائكة لأنه غيب عنا الحق أعطانا له عدة أوصاف. ليه؟ لأن آفة المناهج اللي سبقت الإسلام أنها فسدت بالتناولات، من جهة المصطفى من الملائكة ولا من جهة المصطفى من البشر ولا من جهة المبلغين عن هؤلاء.
من جهة المبلغين أن حرفوا ولووا ألسنتهم وكتموا وزادوا وإلى آخره. فالله يريد أن منهج الإسلام مخالف لمنهج الديانتين اللي قبله، منهج موثق تمام التوثيق. أمامكم صاحبكم اللي هو محمد، ومدام صاحبكم يبقى أنتم عارفينه كويس وجربتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على قول بمتهم. إيه بدليل أنكم حتى بعد ما ادعى رسالة وبعضكم كافر كان ما يأمنش على ودائعه النفيسة إلا هذا؟ يبقى معنى ذلك شهادة منكم، فهو صاحبكم وتعرفونه. وأما الذي لا تعرفونه هو جبريل فوقن له بحيثيات. هذا هو الغرض. يبقى الغرض الوسيلة للغاية، والوسيلة للغاية إنما هو المنهج. المنهج عايز نقل، النقل عايز مصطفى من البشر ومصطفى من الملائكة. فتكلم الحق على هذا الغرض في القسم الثاني من السورة، وعالجه بأسلوب القسم. ديك عالجه بأسلوب الشرط والجواب، وهذا عالجه بأسلوب القسم، لأن القسم ده غاية ما يمكن من البرهان، لأن احنا عندنا البرهانات على الأشياء التي تفصل في القضايا إما البينة وإما اليمين. بينة ثبتت في بلقش إلا اليمين. فيقول الحق سبحانه وتعالى في هذا الغرض وبهذا الأسلوب، يقول الحق: فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. يقسم إيه؟ إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. هذه ما يتعلق بالمصطفى من الملائكة اللي غايب عنا. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، بيثبت الالتقاء. وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم. المنافذ مسدودة عليكم، فأين تذهبون؟ إذا لا مذهب لنا إلا أن نلتقي بذلك المنهج وصفة ذلك الرسول. ساعة ما تقول أين تعجيز عن إيجاد طريق آخر، فأين تذهبون؟ لكن القسم هنا قلنا فلا أقسم بالخنس أنه قسم على طريقة النفس. ومعنى القسم على طريقة النفس الظاهر أنه هو يقول لا أقسم، يعني ما أقسمش. لو أنه لم يقسم لما أتى بجواب، ولكن لاحظنا أنه جاء بجواب. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. يقسم إيه؟ إنه لقول رسول كريم. يبقى ده جواب قسم. يبقى كيف يقول جواب قسم ومع ذلك يقول لا أقسمه؟ فلا بد أن نفهم لا أقسم على أنها قسم آكد من القسم الإثبات. ليه؟ قال لك لأنك حين تقسم بشيء على شيء يكون عند المخاطب شبه شك في أنك أنت بتأكد له بالقسم، والاعتراف بالشك يجعلك تؤكد. فالحق يقول إذا كنا نقسم على أشياء لأن لكم شبهة فيها فهذا أمر لا يصح أن نقسم عليه، لأنه من الوضوح بحيث لا يصح أن يتأتى فيه شك. وضربنا مثلا للمريض يذهب للطبيب، فالطبيب الذي يؤكد الصحة لك أيصف لك الدواء أم يقول لك أنت لا تستحق أن أكتب لك دواء؟ معنى أنت لا تستحق أن أكتب لك دواء إزاحة ما في نفسه من شبهة المرض. ولكن لما يكتب له دواء وإن كان بسيط يبقى احترم ما في نفسه من شبهة المرض. فتروح للدكتور أنا لا أكتب لك روجيتا، يعني معناها إيه؟ هذا أكد للصحة أكثر من أنه يكتب، لأنه لما يكتب في شبهة مرض ويا ترى العلاج ينفع ولا ما ينفعش. إنما لما يقول له لا أنا ما أكتبش لك روجيتا يبقى إيه؟ إقرار بأن عنده صحة. فكذلك الحق لا أقسمه. وإن كنت مدام لا يقسم، لماذا يجيب المقسم به؟ مدام هو لا يقسم جايب مقسم به فلا أقسم بالخنة الجوار الكنس، يعني يقول أنا لا أقسم على هذا لأنه أمر واضح. فهذا نفل للقسم يؤكد أكثر من القسم، بدليل أنه ذكر المقسم به فلا أقسم بالخنس. يعني لو كنت مقسما قسما لأقسمت بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. إذا القسم مؤداه كله أن يثبت صدق التبليغ عن الله وأمانة الوسائط التي توسطت بيننا وبين الله في نقل ذلك العهد اللي هو المصطفى من الملائكة والمصطفى من البشر. طب إيه العلاقة بين توثيق هذا الطريق إلينا وبين القسم؟ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. قل لي ما هي الخنس؟ خنس اتفقوا على أن معناها الكواكب أو النجوم تطلع من أماكنها في أبراجها، تطلع من الأول وبعدين تنتهي إلى الآخر ثم تعود إلى أبراجها.
يبقى خلص يعني رجع، يعني سار كذا ورجع. والجواري الكنس، الكنس دي مأخوذة من كناس الظبي. كناس الظبي هو البيت أو المكان اللي الظبي يأوي يأوي إليه. طب وإيه يعني لا أقسم بالكنس الجوار؟ هنقول لا أقسم يعني إن أقسمت سأقسم بالكنس الجوار الكنس. نقول آه، لو أننا استطعنا أننا نعرف أن النجوم والكواكب اللي ربنا بيقسم علينا هنا أوقات رؤيتنا لها مش مستمرة، وجودها مستمر، ولكن أوقات رؤيتنا لها مش مستمرة. فمثلا لما تطلع الشمس ما بنشوفش النجوم خالص، لكن لما تغيب الشمس بنقدر نشوف النجوم ونقدر نرقبها ونقدر نعمل كل حاجة. إذن عدم ظهور النجوم من أن في ضوء أكثر من اللازم، الضوء اللي أكثر من اللازم خلى عيوننا ما تقدرش تواجه الضوء القوي ده وترى النجوم. ولذلك يقول لك الشعراء ومن شدة الوضوح الخفاء. يعني الخفاء يجي منين؟ من شدة وضوح الشيء. فلما اشتد وضوحه قدامك يبقى الإنسان يمكن نظرته قدامه كده وقاعد يدور عليها في كل مكان إلا المكان اللي هي قريبة منه فيه. من شدة وضوحها بقى أمر إيه؟ بقى أمر خفي. فيجي يقول فلا أقسم بالخنس فكأن النجوم والكواكب تطلع في أبراجها ثم تسير ثم ترجع وتغيب عنا بضوء الشمس، وبعدين حيجيب بها بعدها، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. إيه العلاقة بقى اللي عايزين نستنبطها كده من الآن؟ الرسالات اللي سبقت الإسلام ظهرت ثم اختفت، ولما اختفت وانطمست معالمها الجهالة طمت في الدنيا كلها، فكأن الليل أصبح دامي، كان لابد أن يجيء نهار. ولذلك شوف التعبير بقى، والليل إذا عسعس، كأن النجوم والكواكب إشارة إلى رسالات السماء التي نهتدي بها. هنا نهتدي بحسيات وهناك نهتدي بمعنويات، وراحت وبقت إيه؟ تغيب. وبعدين طم ظلام في الكون اللي هو ظلام الجاهلية اللي جاء قبل الإسلام، وبعدين جاء الإسلام. فيقول لك إيه؟ والليل إذا عسعس، كلمة عسعس دي حتى في اللغة بيقول لك كلمة معبرة، معنى معبرة عن إيه؟ لأنها مكونة من مقطعين، عين وسين وعين وسين. ومعنى عسى يعني إيه؟ معنى عسى يعني سار في ظلامك العسس اللي يعس في الظلام، مش ماشي على هدى، عمال بيمد إيديك يستقرئ بها الأشياء لأن الضوء مش مد العينين شو، هذه معنى عسى. وبعد ذلك ما قالش والليل إذا عسى فيه الناس، لا، نسب العسى إلى الليل نفسه، الليل نفسه ماشي يعس، فكأنه الاهتداء. شوف بقى ليل عمال يعس، يبقى نسب العسى إلى مين؟ إلى الليل، إلى الظرف. وإذا كان الليل في ذاته وهو الزمن هو الذي يعس، يبقى الزمين أو اللي عايش فيه يبقى إيه حاله؟ ويقول لك لما يجي يدي على شيء في منتهى الخفاء يدي الشيء وينفيه عن الملتصق به. فما دام الليل هو بيعسعس يبقى اللي فيه أشد عسعسة منه. ولذلك لما يجي حق سبحانه وتعالى يضرب لي مثلا للظلمة أو كظلمات في بحر إيه؟ للجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحابه ظلمات بعضها فوق بعض، مش كده؟ إذا أخرج يده لم يكد يراها. طب ده إيده عارف مكانها فين؟ إيده إيه لما أكون في الظلام؟ وتبقى قدام كده في جنب. يده نفسه الذي يعلم موقعها أكيدا لا يراها. فما بالك بالشيء الذي لا يعلم موقعه أكيدا؟ يبقى جاب لك أشد شيء التصاق بالنفس ومع ذلك إيه؟ لا يراها. فبقول لك الليل إذا إيه؟ إذا عسعس. وبعد ذلك تجد والصبح إذا تنفس. شوف كلمة الصبح إذا تنفس، يعني برضو جعل الصبح له حيوية، فكأن الصبح من وطأة ظلمة الليل حينما جاء الليل ابتدى ياخد نفس، ابتدى ياخد نفسه كأن أرهق بالظلمة، ومعنى ابتدى يتنفس كأنه كانت مخمودة أنفاسه. شو التعبير الحيوي؟ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. كمان الصبح إذا تنفس دي تدينا على أن النهار وإشراق الضوء بيدينا الهواء النقي للتنفس. بالليل يمكن ثاني اكسيد الكربون اللي طالع من الاشجار والخضروات، لكن الصبح النباتات كلها تطلع ايه؟ اكسجين صالح لان يتنفس الانسان. فالكون هنا دلوقتي ابتدى ايه؟ ابتدى يتنفس. والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس.
فكأنه أشار بقوية، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس نجوم، هذه النجوم أمر محس، هذا النجوم مرة نشوفها ومرة ما نشوفهاش وترجع وتخنس وتكنس وتروح للظلاء بتعيش، والنجوم دي نجوم حسية وبنهتدي بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فكأن ذلك رمز للرسالات التي كانت إيه موجودة ثم ذهبت. وبعد ذلك تم ظلام بعدها، تم ظلام بعد هذا الظلام احتاج إلى أن يخرج الله صبح هداية صبح خير ببعث النبي بالإسلام، فكأن النبي بمنهجه هو تنفس الصبح للبشرية، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول. ابتدأ من القمة بقى، ما ابتدأش يتكلم عن ذات الحق هنا، كان الأصول بقى يقول إن الله ده حقيقة ومش عارف إيه، وبعدين إدى للمصطفى من الملائكة، وبعدين لأ، مسألة الحق دي قضية منتهية كأنها أصل فطري، وإن نشأ خلاف فيجب أن لا يكون في القمة، الخلاف اللي ينشأ في الوسائط التي تبلغ عن الله بس، أما الله فحقيقة فطرية لا يمكن للعقل أن يقف فيها. يبقى إيه اللي يقف فيه في الدين؟ الوسائط التي يصلون بها لهذا الشيء. فتكلم عن الوسيط الأول إنه لقوله، إنه يعني المنهج الذي نزل به القرآن، لقول رسول كريم، هو قول الله. مرة ينسبه إلا قول رسول كريم يعني جبريل، ومرة في آية إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، ينسب القول إلى النبي، لأننا قلنا إن الحدث الواحد يمر بمراحل متعددة، فينسب مرة إلى المصدر الأصيل منه، ومرة ينسب إلى الواسطة الأولى، ومرة ينسب إلى الواسطة. وضربنا مثل سابقا في أن الذي يقبض الأرواح هو الله، ولكنه هو الذي لا يجاول جزئيات قبض الأرواح، فيقول الله يتوفى الأنفس، لأنه لا تتوفى نفسي إلا بإذنه. وبعدين قل يتوفاكم ملك الموت، نسب الوفاء إلى ملك الموت، وبعدين توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الله، إذن فمرة يجيبها من المصدر، مرة يجيبها من الوسيلة الأولى، مرة يجيبها من الوسيلة الثانية. فكذلك قول رسول كريم إنما هو قول الله. ليه؟ لأن الله قاله ونحن نعلم أنه قاله. فحينما بلغ جبريل رسول الله يبقى أول بلاغ من جبريل يبقى قول جبريل. عرفنا أن الله أذن لذلك القرآن أن يباشر مهمته في الوجود. يبقى القرآن كان في لوح المحفوظ ما يعرفش به ولا جبريل، فلما أذن الله للقرآن ابتدى يأذن جبريل في وقت القرآن. يبقى لما بلغ الرسول كان كل مين؟ كان كل جبريل. وبعدين احنا ما نعرفش المرحلة دي لحد ما رسول الله بلغنا، يبقى كل مين؟ قال لنا رسول الله الذي قال له جبريل الذي قال له الله. يبقى اذا انه لقول ايه رسول، ايه رسول كريم. شوف كلمة رسول بقى توحي بأمره، الرسول هو واسطة في التبليغ بين مرسل ومرسل اليه. المرسل اليه لا رأي له في الرسول الذي يبلغ، انما الرأي لمين؟ للمبلغ، لمن جاء منه. يبقى مدام رسوله يبقى لازم باختياره هو، وأعلم حيث يجعله مثلك. يبقى كان يجب أنه لقول رسول يكفي أن تعلم أنه رسول من الله، ومدام رسول من الله يبقى الله أعلم حيث يجعله رسالك، يعني مختار مصنوع على عينه وإله. وبعدين وصفه بأنه كريم. ليه؟ لأن الكرم عندنا احنا في التصوير البشري ملكة في النفس يصدر عنها السخاء، السخاء فوق المطلوب. يعني ما تقولش لمن يؤدي حق الله في ماله انه كريم، تقول عليه مزكي مؤدي يا دوب ركن الاسلام، انما الذي يؤدي فوق ما طلب منه هو ده اللي يبقى كريم. فاذا كان بيقول انه لقول رسول كريم، يعني ده بده يقول لك ده يؤدي فوق ما طلب منه، فكيف ما طلب منه؟ فبيديله صفه الايه؟ صفه الكرم. صفه الكرم، وصفه الكرم تدل كل صفات التطوع في النفس البشرية اللي خارجة عن نطاق التكليف تدل في صاحبها على عشقه الأمر الذي كلف به. يعني الذي يتطوع بصلاة أكثر من خمس، ما تطوع بصلاة أكثر من خمس إلا لأنه أحب وعشق التكليف بخمس.
لو ظلت مشقة التكليف في ذاته في الخمس لما تطوع، ولك يا دوب زي الرجل اللي قال ايه لا ازيد ولا انقص، فقال افلح ان صدق. معنى ان يتطوع باكثر من خمس انه عاشق ذلك التكليف، ففرض فالزم نفسه باشياء لم يلزمه بها الله، وهو لا يلزم نفسه باشياء لم يلزمه بها الله الا لانه عشقها ووجد فيها ايه قرة عين وراحة ايه وراحتنا. اذا فكلمة كريم معناه انه ما جابش حاجة ازيد مما طلب منه، ده بده يثبت له انه عاشق لاداء ما وكل به، وانه ان جاء على مقاييسكم يبقى كريم يؤدي اكثر مما طلب منه. انه لقول رسول ايه رسول كريم ذي قوة. قد يكون الانسان كريما بما يقدر عليه، فقال لك لا، وكريم وعنده امكانيات، كريم وقادر، كريم وقوي ذي قوة. وحين يصف الحق سبحانه وتعالى شيئا من خلقه بذي قوة، فالقوة معناها بمقياس الحق مش مقاييس، يعني لما اقول ده قوي يبقى بمقاييس مين؟ بمقاييس. فناهيك بامر الحق الذي خلقه يقول فيه ذي ايه ذي قوة، ذي قوة. وقد يكون كريم وذي قوة الا انه مش ممكن في مكانته من الله. قال لك لا، عند ذي العرش متين، ذي قوة عند بإيه ذي العرش متين. وقد يكون كل ذلك ولكن الناس اللي تحته ما بيطوعوش. أم قال لك لا، أصل الناس اللي تحته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، غير اللي تحت طاعة الرسول. طاعة الرسول يصح أنهم إيه يطيعهم، ويصح أنهم إيه يبقى مطاع ثم أمين، يعني لا يشذ واحد من جنوده عن أداء ما طلب منه. يبقى المواصفات المستكملة، أنه لقول رسول رسول وكريم وذي قوة وعند ذي العرش إيه مكين ومطاع إيه ومطاع إيه ثم أمين. هنا في المفسرين لما تناولوا هذا قالوا هذه أوصاف لجبريل ولا لمحمد؟ فالذين قالوا تلك الأوصاف لجبريل قال لك لأنه عطف في قوله وما صاحبكم بمجنون، كلام جديد. وناس تانيين قال لك لا، الوصف كله لمن؟ لرسول الله صلى الله إيه صلى الله عليه وسلم. الجماعة اللي قالوا أن وصف لجبريل طبعا مختلفين اختلاف أهل السنة والمعتزلة في أيهم أحسن، الملك أم المصطفى من البشر، وعاملين مقارنات ما أغنانا عنها وما يريد الله منا أن نقارنها، يعني ما يريدش. وبعدين قال لك وصف جبريل بأوصاف كثيرة ووصف محمد بأوصاف إيه قال المعتزلة بيأكدوا كلامهم أنه وصف جبريل بأوصاف كثيرة ووصف محمد بأوصاف هنا قليلة، دي تدل على منزلة مين؟ على منزلة جبريل. والله دي ما فيهاش دلالة ولا أي حاجة، وإن كان الموضوع نفسه ليس من العقيدة ولا من كمال ديننا أن نناقشه مسألة. ليه؟ لأن اللي يعرف الأفضل والخير هو اللي يملك الجزاء، وأنا لا أملك شيئا من هذا الجزاء أبدا. ثم هب أن هذا أمر من الأمور، حتى أصول الأدب الخطاب ما تيجي مثلا تيجي تقول إيه فلان أعلم من في البلد واللي قاعدين علماء كتير من البلد، ولا لما تقول فلان أعلم منك يا فلان، إن هي اللي فيها يعني لطف في العبارة. لما تقول فلان أعلم من في البلد وقاعد 10 علماء كل واحد هيعرف إنه هو أعلم منه، إنما لما تيجي تعين واحد كده تقول له فلان أعلم منك يا فلان. فأظن السياق التكريمي اللي ربنا بده يرد فيه المهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولش يعني جبريل أفضل من محمد، مسألة ملهاش علاقة في البحث دي، ملهاش موضوعية في البحث. وعلى فرض أن ذلك يحدث يبقى ما يجيش بالمقارنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء قال إيه لا تفضلوني على يونس بن متى، ثبت هذا عن رسول الله. أمعنى ذلك أن رسول الله ليس أفضل من يونس بن متى؟ التفضيل على الخصوص، فضل على العموم. تقول محمد خير الرسل، ما خدتش واحد منهم ونقيته يعني استضعفت يونس عشان تقول محمد خير من يونس، قول محمد خير رسل الله. انما ما تقولش محمد افضل من موسى، ما تقولش محمد افضل من عيسى. ليه؟ لان كونك تاخد واحد من الخصوصية وتيجي تقارن يقول لك اهو ده الاسلوب اللي ما ينفعش، هي بتؤدي المعنى هو هو، انما تقول محمد خير رسل الله انتهينا. ما تجيش تقول بقى محمد خير من عيسى
ومحمد، هذا ما نهى رسول الله عنه، يعني أدخله في عموم التفضيل، ولا تختر واحدا لتجعله مرجوحا أمام راجحية محمد صلى الله عليه وسلم بخصوصه، لأن التعميم شيء والتخصيص شيء آخر، والدليل على ذلك أنك حين تخاطب علماء تقول فلان أعلم من في البلد يبقى أعلم منه كله، غير ما تقول فلان أعلم منك يا فلان. فلان ليه؟ أم قال لك لأن الأسوة في مساواة النفس تخفف الحكم، يعني بدل أقول فلان أعلم منك يا فلان يمكن معناها أنه مش أعلم من الثاني، يبقى عملت موازنة كمان بين خسرت وخسرتين اثنين، خسارة أن فلان أفضل منه وأني مظنون أنه يكون في اللي موجودين أفضل منه كمان. لما تقول فلان أعلم أهل البلد يبقى كلهم، فمساواته معهم في أن في واحد خير تديله أسوة بالإيه؟ بالمساواة في الوجود الإيه؟ في الوجود الآخر. وبحث ما أغنى العلماء عنه في أنهم يبحثوا مثل هذه المسائل، سواء كان في الوصف لرسول الله أو الوصف لجبريل ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمهمة الأساسية من ذلك كله اطمئناننا على أن المنهج الصادر من الله إلينا منهج موثق بوسائط موثقة. أما التوثيق الأول ففي قوله إنه لقول رسول إيه؟ كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. وبعد ذلك انتقل بالاتفاق وما صاحبكم بمجنون، فكأن الجميع متفقون على أن وما صاحبكم بمجنون متجهة لمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، مختلفين في الشطر الأول. وما صاحبكم بمجنون، ما صاحبكم، كلمة صاحب دي توحي بإيه؟ بأن الحكم كان منكم قبل أن يصدر مني باصطفائه رسول، الحكم صدر منكم، ما صاحبكم مش غريب عنكم. وكلمة بمجنون أنفى لكل خصال التلف والشر، ولذلك هنا في سورة نون، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون إلى آخر، وإنك لعلى خلق عظيم، لأنه يقول لك الخلق العظيم ده ينافي المجنون. وما صاحبكم إيه؟ بمجنون. إن قلتوا مجنون تبقى مردودة عليكم، هذه واحدة، بدليل أنكم اضطربتم، اضطربتم في وصفه، مرة تقولوا إيه؟ مجنون. طيب المجنون، المجنون ده تقولوا له إن كنت تريد ملكا ملكناك، شيء عجيب. طب إذا كان مجنون هتملكوه ليه؟ مما يدل على إن كلمة مجنون دي كلمة جماهيرية، كلمة غوائية، معنى جماهيرية وغوائية، لما تيجي تاخدها علشان تحققها ما تلاقيش لها مدلول، ومعنى جماهيرية كل واحد يلقاها على التاني، يعني لما تيجي تمسك يقول لك لا انا ما قلتش، ده المظاهرة هي اللي كانت بتهتف بتقول اسقط فلان ويعيش فلان، انا ما قلتش، ما هو محمل بالجمهور غوائية. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يروح قافشهم في حتة الجنون دي، يقول لهم ايه؟ قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. بلاش كلام الجمهور، بلاش كلام الغوغاء، تسمعوا كده في مظاهره تقول يا محمد مجنون، لا انا عايز كل واحد يحسب عليه كلامه. ان تقوموا لله مثنى وفرادى، ربنا في هذه القضيه القرانيه ادانا كيف نحل اشكالات الحوار، اشكالات الحوار تتحل ازاي. قال لك الحوار ده في اي امر من الامور لا يفسده الا شيئين، الشيء الاول اما ان الانسان يكون جاهل، يعني عنده قضيه مناقضه للواقع، فاحنا عايزين نطلع منه القضيه دي وندخل له حقيقه. اللي بيخلي الانسان نفسه اعز عليه من الحق ايه؟ انه ما بدوش ينهزم امام الناس. ولذلك تجد اثنين لما يقعدوا مع بعض كده هادين ويتناقشوا في موضوع عاده ما ينتهون الى راي، انما لما يبقوا ثلاثه واربعه مش ممكن ينتهوا الراي. ليه؟ لانه كل واحد عمال يكابر ان الحق معاه، ينهزم ازاي قدام الناس؟ فدخل عنصر اخر غير عنصر الحق، عنصر النفس. فقال لهم ربنا سيبكم من الغوائيه دي والجماهيريه، قل انما اعظكم بواحده في قضيه الحكم بجنوني، اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى. فرادى يعني الواحد منكم يقعد كده ويشوف ما هو الجنون، ايه الجنون، ويعرفه، وبعدين يطبق سلوكه عليه الصلاه والسلام على ما عرفه من الجنون. حينتهي بنفسه يقول لا يا شيخ بلاش خيبة مش مجنون، او ان ما كانش يقدر يعني يحاور نفسه يجيب واحد بس ويقعدوا بينهم من بعض كده، واحد يقول وواحد يدفع ويتناقشوا في الموضوع ده. ليه؟ لان اللي حينهزم منهم امام التاني
هينهزم بحق ولا فيش فضيحة له قدام ناس تانية. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يبقى قضية الجنون إيه؟ انتهينا. قالوا كذاب مفتري. والله بسيطة أوي، ما دام كذاب ومفتري وعرفت إنه كذاب ومفتري، طب ما تكتبوا لنا كذبة كده وتجيبوا لنا قرآن الترفريز. هاتوا برضه صور مفتريات زي هو مفترى. ما دام عرفتوا، ما دام عرفتوا إن ده بيجي الافتراء بيجيب الكلام ده، افتروا أنتوا روحوا لنا وهاتوا الحكاية دي. برضه ما نفعتش. أم قالوا شاعر؟ أم قال قليلا ما تؤمنون؟ ليه قليلا ما تؤمنون؟ أم قال لك لأن أي واحد عادي في أمة صنعتها البيان وسجيتها الأداء وشهرتها بالبلاغة والفصاحة، مش معقول إنها ما تعرفش تفرق بين الشعر وبين الكلام ده. يبقى اللي يخليك تسمعك وتقوله ده شعر يبقى ما فيش إيمان، بس إنما حجة عقلية لا. لكن في الكهنة وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون، صحيح أسلوب الكهنة أو أسلوب مثلا مشبوع أو أسلوب مش عارف إيه ويمكن، إنما لما تتبينه تجد موضوعه تافه وشجعه قلق. التذكر هو اللي يفصل لكم. نقول له طب على ايه المساله؟ طب هم ما انتهم من حكايه مجنون ما نفعتش، حكايه مفتري ما نفعتش، حكايه ايه شاعر ما نفعتش، حكايه كاهن ما نفعتش. الراجل قال بقى اخر حاجه نقول عليه ده ساحر. ما عرفش المغفل ان دي انا الحج عليها اقوى واشد. طب يا اخي ما دام ساحر، هل للمسحور اختيار مع الساحر؟ طب اشمعنى سحر اللي امنوا هو ولا سحركوش انتوا وفضلتوا عينكم فنجيلة كده؟ لو كان بيسحر ما كانش لكم رغبة وكان يسحركم انتوا فيه، انما بقاءكم غير مسحورين دليل على انهم تسحرون. هذا مثل المسألة من اساسها. الله، اذا ما كانش لهم بده لانهم يقرهم ان العداوة فيه خاصة ليست في موضوع ما اتى به، بدليل انهم قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى انت القرآن ما فيش فيه كلام، بس اللي مزعلكم انه جه على محمد، بدليل ان القرآن ده جه على ايد واحد تاني من بتوع ثقيف كان بقى ايه كويس. حتى تاني ان اللي جايبه محمد حق، بدليل وقالوا ان نتبع الهدى معك، قولوا ان نتبع الضلال معك نتخطف من ارضنا، انما الحق له منفى. ربنا يخلي الخاص نفسه من ينطق بيه ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. طب ما دام هدى يا سيدي على عاد يتخطفوا ليه؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا وهم على الضلال ويتخطفوا الناس من حولكم؟ ده الناس من حولكم هي اللي بتتخطف وانتم على ضلال، حفظناكم وقمناكم من جوع وامناكم من خوف. يبقى برضو كلام مش بالايه؟ كلام مش بالعقل. وبعدين لما قالوا يا رب ان كان ده حق بقى امطر علينا حجارة من ايه؟ الله، بقى لما تقول ان كان يا رب ده الحق نزل علينا حجارة، طب ان كان يا رب الحق ده يهدينا له، مما يدل على ان تعصبهم ضد محمد. قال وما صاحبكم بايه؟ بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. ضنين دي فيها قراءتين طبعا، الضنين بالضاء وضنين بالضاد، وما هو على، والاثنين يدوا معاني اسمها تربيب الفائدة. القراءات لما تيجي فلازم تربي بالفائدة اللي وردة الآية لتؤكدها. وما هو على الغيب ايه؟ بضنين. مدام مش مجنون وما دام صاحبكم وعارفينه يبقى ما لا يمكن ان يتهم بانه ايه؟ بانه ما بلغش. يبقى امين. ما هو على الغيب بظنين اي بمتهم، او ما هو على الغيب بظنين يعني ما يكتمش حاجه ربنا قال له قديها. يبقى الاثنين يدونا معنى قوه الايه؟ قوه ما هو على الغيب بظنين. وما تفتكرش ان هو حدثته نفسه باشياء كده حتى تكون حديث النفس كما قال بعض الناس ده صوره نفسيه من محمد بقت تتنزع، وبعد ذلك يكلم نفسه ويعمل شخصيتين يعني زواج في شخصيته. يقول له لا يا سيدي، الزواج في شخصيته دي بتفصل فيه او بتفصل فيه اول ايه نزلت من القران، لان لما يقول له اقرا كان هنا شخصيه امره، هو يقول ما انا بقارئ، شخصيته ممتنعه. يبقى في شخصيتين، مش ممكن هتيجي شخصيه واحده امره وانا فيه. يقول له قائل يقول ما انا بقارئ، الذي يأمر منطقي مع قانون قدرته، والذي يقول ما أنا بقارئ منطقي مع قانون أسبابه، ما سبقش أنه أرى. يبقى شخصيتين اثنين مش شخصية واحدة أبدا، لأن مش ممكن الشخصية الواحدة تنقلب في الوقت نفسه إلى شخصية ملحة وآمرة بجزم وحذف وشخصيات ممتنعة.
يبقى لازم في شخصيتين اثنين. ما دام في شخصيتين اثنين يبقى فيه آمر وفيه مأمور. يبقى إن كان فيه خلاف يبقى هو خادم دي بس ذك الحاجة. نقول لا، لا هو متهم ولا هو ضنين بما قال له الله إيه بلغه لأمته، وما هو على الغيب إيه بضنين. كلمة ولقد رآه بالأفق المبين جاء ليه بقى؟ قال لك يمكن يكون تحديث نفس عشان يرد على حتة تحديث نفس. فحين يظهر الله جبريل الغيب لمحمد البشر اللي قانونه لا يرى الملائكة، قانونه ما يراش الملائكة، يقوم يجي علشان حتى محمد عليه الصلاة والسلام نفسه ما يعتقدش ان دي حديث نفس، يقوم يمثل له الذي يوحي اليه مرة بشكله الخاص فيقدره على ان يراه على صورته حتى يحكم حكم ان ده بامر خارج عن ذات تكوينه. ولقد رآه بالأفق المبين، وما دام لقد رآه بالأفق المبين تبقى ما هي الصورة؟ ما هي الصورة نفسية، ما تقولش ان حديث نفس. حتى عند محمد صلى الله عليه وسلم لما يجي يتمثل له اللي بيجي له كده غيب 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 بأي صورة، بعد ذلك يجي له على حقيقته، يوم يعرف انه امام قوة اخرى لها ذات مستقلة ولها شكل مستقل، يبقى ما هوش من نفسه، لا خواطر نفسه ولا حوادث فكر ولا اي حاجة. ولقد رآه بالايه بالافق المبين. وطبعا بقى احنا نعرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبريل بيأتي له على صور متعددة وما شافوش على صورته الحقيقية إلا مرتين، مرة عند سورة المنتهى ومرة في الأرض، ولقد رآه نزلة إيه أخرى عند سورة المنتهى، يعني على صورته الإيه على صورته الحقيقية. ومعنى على صورته الحقيقية ليبين له المصدر الذي يتلقى منه بأنه ليس خواطر نفس ولا هواجس فكر ولا أي حاجة، بل أمر جاءت به ذاتية منفصلة عن الصورة بتاعتها. فإذا ما عرف ذلك اطمأن على ما إيه على ما يأتي بعد إيه بعد ذلك. ولقد رآه بالأفق الإيه المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، لأن فيه سوابق إن كان الشياطين يسترقون السمع ويبلغوه لمنه، وإن الشياطين لا يوحون الى اوليائهم، برضو نفى الصورة اللي موجودة في ذهن البشر من هذه الايه من هذه الاشياء. وما هو بقول ايه شيطان رجيم، قال لك ليه؟ لان مما قاله حرب على الشيطان، وما دام مما قاله حرب على الشيطان فلا يمكن ان يكون بشيطان، لان كان الشيطان على الاقل يطمس حتة عداوة الشيطان دي والتحذير منه وإلى آخره، لكن ما دام هو ضد الشيطان وبيعلننا في الآيات كل ساعة ضد الشيطان، يبقى وما هو بقول شيطان رجيم. بعد ذلك حينما ضيق المنافذ وقال أنه لا سبيل إلا سبيل منهج الله الواصل لكم عن محمد المبلغ له عن جبريل، ما فيش سبيل إلا هذا. فإذا كان لا سبيل إلا هذا فلا تحاولوا إن كنت تروحوا أي سبيل. قولوا لي بقى أين تذهبون؟ كلمة أين تذهبون دي لا يقولها إلا إنسان حبث علينا جميع الطرق المؤدية للغاية ولم يبق إلا طريقا واحدا، والطريق هو واقف عنده بيقول استمعوا كلامي عشان نفيكم من هذا الطريق. يبقى معنى ذلك فأين تذهبون سؤال من الحق، ومعنى هذا السؤال أنه إذا سئله خلق الله لا يجيبون بأنه إلا بشيء واحد لا سبيل إلا هذا. ولماذا ربنا يجيبه بأسلوب الاستفهام؟ أم قال لك لي شارك ما يقولش كلام خبري، كلام خبري بيبقى حجة من جهة النيه، إنما لما يقول أين تذهبون كأنه بيقول أنا سألتك سؤال جاوبوني عليه، لما يجي يجاوبوا عليه ما يجدوش أبدا إلا سبيل واحد. ولذلك ده سؤال التضييق، يعني أنه لا سبيل من السبل إلا هذا السبيل. فأين إيه تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. هو كلمة ذكر بقى دي الفتنة لفتة تانية. معنى الذكر أن شيئا كان عندك فغفلت عنه فذكرت به، فكأن الأصل الأصيل في الإنسان أنه حينما خلقه الله تلقى المنهج آدم، وكان المفروض أن آدم يبلغ لأمه. كل ما يبعد الزمن والنفس تغفل شوية وتنصرف عن المنهج ربنا يبعث ايه رسول مذكر. يبقى إذن الرسل جايين ليه؟ ليبلغوا منهج الله المخلوق من الخلق بعد ان انطمس المنهج.
جي الآية اللي كنا تعرضنا لها زمان عند قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يجي الناس السطحيين اللي بيقروا القرآن كده يعني يقول لك: يا أخي ما دام ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا، ما دام خلاص وأقروا بها فكيف اختلفوا؟ نقول له: يا شيخ شوف، هو قال ألست بإلهكم ولا قال ألست بربكم؟ كلام الربوبية لا خلاف فيه عند أحد أبدا، ولئن سألتهم من خلق ولئن سألتهم من مش عارف إيه يقولون إيه. فمسألة الربوبية دي محدش بيختلف، الخلاف في مسألة كونه يخص الله بالعبودية، هو ده اللي حصل فيها الخلاف. هو قال ألست بربكم، فكان المنطق إنه ما دام ربنا وما دام هو اللي متولي تربيتنا، يبقى القضية اللي تيجي من بعد كده إيه؟ إننا ما نعظمش غيره ولا نستمعش لغيره، إنما غبأنا، يبقى يرد واحد وبعد ذلك نروح نسمع كلام تاني. ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك إيه آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. إذا معنى كلمة إن هو إلا ذكر، فكأن الإيمان أمر مركوز في الفطرة، وأمر كان يجب أن ينقل إلينا كما نقل إلينا كثير من أصول حياتنا بواسطة آبائنا، كثير من أمور الحياة منقولة لنا بواسطة آبائنا. إشمعنى قضية الدين دي بيغفلوا عن إنهم ينقلوها إلى الناس؟ إشمعنى ما أخفوش عنهم إزاي الخبز بينخبز؟ طب بالله يقول لي أول بنفكر إنه يطحن الحب كده ويعمل العجين وبعدين يبقى قالوا يسيبه يخمر، لأنه لما يخمرش ما ينفعش. قال لأ، مين اللي قال له العملية دي؟ ده منقولة لنا من الابتداء الأول، ما دام نقل لنا كده أصول حياتنا كلها، تبقى إزاي ما نقلش لنا ليه؟ مما يدل على أن المنهج دائما يضيق حركة الإنسان في الحياة، والنفس تألف إن حركتها في الحياة ما تضيقش، وإن مناهج الله دائما تقف أمام شهوات النفس، والنفس عايزة تنطلق من شهواتها، فالحتة اللي بتقيد شهواتها دي يعني يبقى يجي فيها الإيه؟ يجي فيها الإيه؟ الغفلة. فلما يجي الغفلة المسائل دي مذكرات بس، إن هو إلا ذكر للعالمين. ومدام هو ذكر بقى، تبقى أنتم عندكم قضية، هذه القضية عايزين نناقشها مناقشة واضحة، لمن شاء منكم أن يستقيم. يبقى هو ذكر لمن؟ للي بيدور على حاجة تديله منهج الاستقامة. يبقى إذا اللي بيتعب الناس إنهم ما بيدوروش على منهج الاستقامة، إنما اللي بيدور على حاجة تنجيه وحاطط دي بباله يبقى لازم يؤمن بالقرآن. إنما الناس بتغفل عنه ليه؟ لأن الناس مهملة الحتة دي. الواحد منا مثلا لما ابنه دماغه يوجعه يقلب راس الدنيا ويجيب اسبرين ويروح عند الدكتور، انما لما يعرف انه ما صلاش برضه يمدوخه. اشمعنا منهج دنياه ومنهج بدنه حريص؟ اشمعنا منهج الشهاده اللي عايز ياخدها بعد سنه او النجاح دي مؤرقك؟ وهات دروس خصوصيه، الواد ضعيف هات له دروس خصوصيه واعمل مش عارف ايه والبيت يقوم ويقف، الواد بيذاكر هات له الواد أمس. طب اشمعنا منهج يا اخي هذا المنهج البسيط بياخد اهتمامك واهتمام كل البيئه حولك علشان تصلح له شيء من بدنه او تصلح له شيء من ماديات حياته؟ ومنهج الدين يعني ايه؟ قال لك ما هوش في باله. لو في باله كان ساعة الواد ما يتعب في اي خلق او في اي تصرف ديني برضه يجيب له اهل الذكر زي ما راح جاب له طبيب. شبهة واقفة عنده كده ويعرفها يروح برضه يجيب له واحد يقول له دي والله ابني شايفه كده يعني شوية كده والله يشوف ايه دي عم. ما حدش بيعمل المسألة دي. ليه؟ لاننا ما احناش عايزين ندخل في المنهج. انما اللي عايز يدخل في المنهج هو اللي هيسأل، اللي عايز يود ابن الجامعة يتن رأيه وعارف شروط الالتحاق ايه ومتى زمن التقديم ومش عارف هو ايه لا ايه لو الله. انما هو مش عايز، لو مش عايز يقلب الدنيا خليهم يقولوا بس بطاقات التموين هتتغير عشان الافراد وبتاع، تبتدي كل الناس الصبح راحوا عند اللي بيحددوا بطاقة التموين. اذا لما يكون النفس البشرية يبقى لها حاجة وعايزة تنفذها بتاخد تلتمس لها الايه؟ الوسائل. يبقى هذا ذكر. ما تفتكروش ان الذكر ده مغناطيس هيجيبكم غصب عنكم، لازم يكون عندكم استعداد انكم عايزين صلاح امركم. اذا وجد عندكم استعداد ان عندكم صلاح امركم القران يديلكم هذا. ليه؟ لاننا زي ما قلنا برضو اللي هنكرره دائما، فيه فرق بين الفاعل والايه والقابل. القران واحد، واحد يسمعه يا سلام يجنح روحه تشف نفسه تصفى، وفي واحد يسمعه ومنهم من يستمع ايه
إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ هو يعني قال إيه؟ قل هو للذين آمنوا إيه؟ هدى وشفاء، مش كده؟ والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمل. إذن بقى إن هو إلا ذكر للعالمين، ليه؟ لمين؟ لمن شاء منكم أن يستقيم. بدليل إننا نشوف العباقرة والمفكرين اللي كانوا على غير الإسلام حينما يحبون أن يبحثوا هذه المسألة بحث عقلي تلتفت تلاقيهم كده شوية فوجئنا بأن فلان الفيلسوف أسلم، رينيجي نو أسلم من فعل الفلسفة في باريس مثلا. ليه؟ لأنه هو حب يشوف إيه الحقيقة، فلما بحث عن الحقيقة وجد الحقيقة. وما تفتكرش بأن القرآن هلب بيشد كده الناس، لا، هلب المين للي يصف نفسه كده وعايز يعني يفهم على الحقيقة، يعني يدخل عليها وغرضها، يبقى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. يبقى هنا مشيئة للإنسان، وبعد ذلك تأتي وما تشاءون إلا أن يشاء الله. علشان إيه؟ إذن المسألة دي اللي هتصور لنا شوية إشكال في الأسلوب، إيه لمن شاء منكم أن يستقيم ثم يرد المشيئة إليه. ما دام رد المشيئة إليه يبقى ماليش مشيئة، مش كده ولا إيه؟ بيقول لمن شاء منكم أن يستقيم، واسمعهم أنتم مش هتشاءوا إلا إذا شئت. قال طب ده أسلوب بالله، أسلوب يقول رب، ما يقولوش رب أبدا. يبقى لازم الأسلوب ينفهم على المعنى الحقيقي، إن يجي لها مدلول ويجي لها مدلول. إيه المدلول؟ يا أخي خد حياتك. قال لك لازم تاخد حياتك وأنت بص تلاقيك مقهور على أشياء مهما حاولت انك تخرج عنها ما تقدرش، ومختار في اشياء. الواقع كده ولا لا؟ الواقع ان الانسان مقهور على اشياء ومختار في اشياء، ده واقع الحياه كده. الله، انا اختار اروح البس اجيب توب ابيض، توب سمي، توب مش عارف ايه، افصل على بلاقيها وبعملها. عايز والله ابني بيت في الحته الفلانيه، ابني انا عايز اعمل الديكور كذا، بلاقي. الله، مسائل كتير خاضعه لاختياراتي، ومسائل تانية مش خاضعة لاختيارات. يبقى لازم كان لازم نعرف نحل اللغز دي، في مسائل داخلة في اختياراتي ومسائل أخرى لا تدخل في اختياراتي. تمام، زي إيه؟ زي مسائل تدخل تحت علمي ومسائل ما تدخلش تحت علمي، مش كده ولا إيه؟ الله، يبقى إذا ومسائل أجهلها يعني ومسائل أعلمها، وبعدين اللي بيعلم ده متفاوت. كان واجب بقى إن لازم يبحث الإنسان عن اللي يحلله هذا اللغز. فلا أنا مطلق المشيئة ولا أنا مقيد المشيئة، يعني عندي حاجتين اثنين، لا أنا مطلق المشيئة ولا أنا مقيد المشيئة. لما يجي الإنسان يبص إليه مقيد المشيئة في أشياء ومطلقها في أشياء، تبقى القوة لمن؟ لحاجة تانية بقى، يعني ما تبقاش لي وأنا مقيد في حاجة. لو أنني مش مقيد في الكل كانت تبقى قوتي أنا، لكن انا مشيئتي مطلقه في اشياء ومقيده في اشياء، يبقى اللي اقوى مني هو اللي بايه؟ هو اللي بيقيد. لكن اللي بيقيد ده في الاشياء اللي ملهاش فيها مشيئه، داخله في نطاق تكليفي؟ ابدا، مش داخله في نطاق تكليفي ابدا. طب الاشياء التانيه اللي داخله في نطاق تكليفك، يعني صلي وصوم وحج، اللي داخله في نطاق التكليف، يبقى يجب أن تكون بمنطق العدل لله، إنها ما تكونش في حيز التقييد، لأن الله له صفات، كل صفة تطلب مجالتها في الكون، له جبار يبقى لازم له متعلق، رحيم يبقى له متعلق، قادر يبقى لها متعلق، عادل يبقى لها متعلق. فلو أخذت صفة القدرة وصببتها والخلق وصببتها على كل شيء تبقى منعت لله صفة العدل. يعني لما تيجي تقول ان هو قهرك على انك انت تكون مش مصلي، تبقى سلبت من الله صفة من صفاته وهي العدل، وان اثبتت ان مفيش حاجة تخرج عن قدرته، ومفيش صفة تاخد حظها على حساب صفة اخرى. دي لازم تاخد مجالها وديا تاخد مجالها. تبقى عايزين بانهم نقول له والله يا اخي ساعة ما نعرف المشيئة دي نقول نستعرض ايات القرآن. ساعتها تأتي بآيات الإطلاق لازم تبحث وتنقب عن آيات التقييد،
فإذا بحثت ولقبت عن آيات التقييد مع آيات الإطلاق يبقى المقيد حجة على المطلق. فإذا كان الله ليهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبين في آية من شاء هدايته ومن شاء إضلاله، تبقى نهي الأصل. طب ما هو قال والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافر، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثلاثة أشياء. معنى الله لا يهدي القوم الكافرين يعني المقابل يهدي، مش كده؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بين في آية التقييد من يشاء هدايته ومن يشاء إضلاله. وبعدين تيجي تقول له تعالى بقى انت لازم تعرف الهداية دي في القرآن ايه معانيه، ما تاخدش المسألة كده. ليه؟ قالك لأن برضو آيات في القرآن. وأما ثمود فهديناهم، مش ثبت انه هداهم بالأسلوب اهو، وأما ثمود فهديناهم. وبعدين يقول فاستحبوا العمى على الهدى، فكيف إذا كان الله هداهم يبقى يعمل من يجي منهم اختيار يستحبوا العمى على الهدى؟ يبقى لازم الهداية هنا لها معنى. واللي أوضح من دي كمان يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت، نفى ولا ما نفاش؟ وفي آية أخرى يقول له إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. الله، طب ما هي دي مختلفة، نفى الهداية هنا وإيه؟ وأثبتها هنا. نقول ده كلام رب وحكيم وممكنش يتضارب ابدا. يبقى لازم تبحث في نفسك بقى عشان تشوف. اما ثمود فهديناهم معناها ايه، انك لا تهدي من احببت معناها ايه، وبعدين وانك لا تهدي الى صراط المستقيم معناها ايه، ويهدي من يشاء معناها ايه، ويضل من يشاء معناها ايه، ويهدي القوم الفاسقين معناها ايه. نقول له تعالى بقى الهدايه ترد في اللغه وفي القران على الخصوص بمعنى ايه؟ المعنى الاول مطلق الدلاله على طريق الخير، الدلالة فقط، وتأتي مرة أخرى بمعنى المعونة على الخير، يعني يدلك أولا على الطريق الموصل للخير، دي معنى هداية، ويحملك على الطريق الموصل إلى الخير. يبقى بمعنيين. احنا كنا سبق أننا ضربنا مثل، ولله المثل الأعلى في مثل هذه المسائل تقريبيات. أنا قلت مثلا أن احنا لما نكون ماشيين في طريق عايزين نروح مثلا مكان، وجينا عند مفترق طرق فيها خمس ست طرق، فانا قلت له يا شيخ المدينه الفلانيه الطريق المؤدي اليها فين؟ عسكري المرور قال لي والله الطريق المؤدي الى المكان ده. يبقى اسمه ايه هنا؟ هداني بمعنى دلني. بعد ذلك والله انا هسمع كلامه ولا ما اسمعش؟ والله ان قلت له كتر خيرك والحمد لله انني وجدتك هنا، والا كنت تعبت وضليت، يوم الرجل يلاقيني كده اقبلت على كلامه بايمان وبتصديق. يقول له والله انت باين راجل ايه؟ طيب والله الطريق ده صحيح الموصل بعد، بس بعد كيلو فيه حفرة او عقبة هناك صعب شوية، اما اقول لك انا اركب وياك ايه انفذك منها انك ما راجل طيب. الله، يبقى عمل معايا عملين. العمل الاول دلني فلما امنت به وشكرته واعتقدت ان ده نعمة اعانني، فكذلك الحق يدل الناس على الخير، فمن آمن به سهل عليه مهمة الخير. يبقى ليس منك إلا أن تتوجه لتفعل الخير، وبعد ذلك طاقة الحق تعينك والأسباب تيسر لك. أما إذا قلت له لا أنا ما أمنش بك يا عسكري، وأنت والله يا عسكري أنت ما أنت فاهم حاجة، بقى الطريق يا شيخ روح بالله. العسكري ماذا يصنع معه عسكري المرور؟ لا مش ضروري يا شيخ يقول القطع، بس يسيبه يضل بنفسه. يبقى معنى يهدي ويضل من لم يسمع هدايته يبقى ضل. إذن فلله هدايتان، هداية الدلالة وتلك للناس أجمعين، المؤمن والكافر. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وهداية بمعنى المعونة. فإذا أثبت الله الهداية لرسوله فهي هداية الدلالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية المعونة والتيسير فدي من الله، انك لا تهدي من احببت، اي لا تعين على الهدايه من احببت، وانما دي عمليتي انا اللي اكثرني وانا اللي يعظم. فوجب ان نفهم ان وما تشاءون الا ان يشاء الله ليست مناقضه لمن شاء منكم ان يستقيم. فكان الحق حين خلقك في اشياء مقهورا تلك المشيئه العليا،
مالكش مشيئة وياها خالص. وحين خلقك في بعض الأمور مختارا، خلقه لك مختارا مشيئة منه بما يكون منك. فلو لم يخلقك مختارا ما استطعت أنت. إذن فمشيئة الإنسان المعطية له في الأمور الاختيارية من باطن من؟ لأنه لو شاء لخلقه غير صالح لشيء من ذلك أبدا. فخلقه صالحا لأن يفعل كذا، أن يفعل كذا يبقى مشاء لله، فما يتأتى منه في أموره الاختيارية لم يخرج به عما شاء الله، لأن خلقه للإنسان صالحا في بعض الأمور أن يفعل كذا وأن يفعل كذا مشيئة منه بكل ما يقول. لكن أيحب هذا أم لا يحب هذا موضوع الإيمان. نقول هنا في أسلوب واحد في ظاهر خلاف، لا ده في آيتين اثنين كل آية منهم تدي معنى جزئية من الجزئيات دي. مثلا يقول لك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه واحدة. وبعدين يقول ايه يضل من يشاء ويهدي من يشاء الله. طب آيتين برضو الاثنين زي اللي معانا تمام، دي متناقضة معنا.